لي من هنا لأنني محامي والمحامي جرى العادة في هذه الأمور أنه يرافق هو تمنينا لو أن القاعة كانت أكثر حضورا وحضر كل المحتفين هذا اللقاء العلمي لأنه موضوع مهم ويستحق النقاش، لكن نتمنى في من حضر الخير ونتمنى أن تكون مناقشة مستفيضة بعد إنهاء المداخلات إن شاء الله أن يتم ويكتمل النجاح لهذه الندوة. موضوعي في هذه الندوة هو حماية قانونية للمشتبهين من التعليم. أستاذ بوليم تناول مجموعة من المسائل القانونية ما يتعلق بتعريف هذه الجريمة وشروط تحقيقها وبعض الضمانات المصدرية متعلقة بها. تناول الأستاذ جراف معطيات هذه الجريمة فيما يتعلق بمعاهدات الاتفاقية الدولية وأيضا بعض القوانين المقررة. أنا سأكون مختصرا معه ولكن سأحاول التركيز على أهم إشكالات العملية التي تعود الموضوع. سنناقش بعض التفاصيل الجزئية العملية التي نحاول ندخل شويه للمجال العملي، لأن يعني الإشكالات المهمة والخطيرة في الموضوع هي ما يتعلق بالجانب العملي. غادي نركزوا على إشكالات خلال مرحلة البحث التمهيدي ثم أمام السيد وكيل مالي أو أمني العام والاستعامة وأيضا في مرحلة الحكم أمام هيئة الحكم وأيضا في مرحلة البحث التمهيدي. الذي يهمنا في المرحلة هو فترة الوضع تحت حراسة المرحلة، الفترة اللي يكون فيها ذلك المشتبه محروم من الحرية ديالو ورهن إشارة الشرطة طبعا. نصيا بمقتضى نصوص الدستور ولا نصوص قانون جنائي ولا نصوص قانون المسطرة الجنائية المشرع يجمع على منع اللجوء إلى التأديب أو الإكراه أو عرف حق المشتبه فيه لحمله الإدلاء الأقوال أو اعترافات رغم عن إرادته ومهما بلغت خطورة الجريمة المرتكبة التي هي موضوع البحث. من الناحية الواقعية للأسف الشديد الواقع العملي يسجل مجموعة الحالات التي يتعرض فيها المشتبه فيهم بالتأديب والعنف والإكراه خلال فترة وضعية تحت حراسة النظرية دون أن تطالب العدالة مقترف بها الحال. ليش؟ عدم إثبات أو تقرب الوسائل لنفي مضادة لهذه الأفعال التي اقترفوها. السبب في ذلك، السبب في ذلك هو أن ضمانات الرقابية على أعمال الشرطة القضائية خلال فترة وضع الحراسة النظرية ضعيفة جدا، لا نصيا ولا واقعيا. زيد على ذلك لدى المشتبه فيه الموضوع في الحراسة النظرية هو يكون جاهل بالإجراءات القانونية، يكون جاهل بالضمانات التي يقولها القانون. كاين هاجس السرية، كاين هاجس المخزن البوليس مسيطر على التركيز ديالو مسيطر على الذهن ديالو. بالتالي يعني يجب أن تكون ضمانات رقابية قوية جدا من طرف النيابة العامة خلال فترة وقت الحراسة النظرية. باش نكونوا موضوعيين مع أنفسنا ونضربوا حد. كاين فرق ما بين أمس واليوم. اليوم الأمور تحسنت بشكل كبير عما كان عليه الأمر قبل بخصوص ممارسة التعذيب وانتهاكات الجسدية التي كانت تعتبر حق المعتقل. ولكن رغم ذلك مراكز الشرطة القضائية لا زالت تعرف العديد من الانتهاكات الجسدية ولا زالت تعرف مجموعة من الأشكال والصور ديال التعذيب بحق المشتبه. لكي فقط أن هذه الممارسات السيئة لا تتم بشكل ممنهج. هذه الممارسات تتم بشكل غير ممنهج من طرف بعض ضباط الشرطة القضائية الذين نقول في حقهم أنهم فقط محسوبين على هذا الجهاز، لأن هذا الجهاز وجد لخدمة المجتمع ولضمان الأمنيين واستثبات أمن الدولة وليس استصدار اعترافات أو أقوال تحت العنف والإكراه والتأديب حتى ينال رضا
مسؤولية أو مرؤوسية أو نيابة عنه حتى يتأكد لكم أنه فعلا كان تعذيب غير ممنهج في مخاطر الشرطة القضائية. أنا أتذكر أن السيد الوزير المكلف بحقوق الإنسان في كلمة افتتاحية ديالو إلى الاجتماع الذي انعقد بين مجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الوطنية للتعليم بالضبط 16 تنبير 2017 ماذا قال؟ قال بالحرف قال أن المغرب لم يعد يعرف ذلك التعليم الممنهج الذي كان من قبل والذي صار من ممارسات الماضي، ولكن في مقابل ذلك فإن التعليم غير الممنهج لا زال متفشيا في المغرب، واسترسل قائلا يجب على القضاء وعلى القاضي ان يتحمل مسؤوليته وان يقوم بالتحقيق وان يتصدى لجميع اشكال العنف غير الممنهج في بلادنا. نوقف هنا ندور صوتنا الى صوت السيد الوزير ونقول انه يجب القطع مع هذه الممارسات السيئه. يجب القطع مع هذه الممارسات السيئه لانها لا تسيء الى الوطن فقط. هي تسيء الى الاشخاص، تسيء الى الاشخاص والانسانيه ديالهم، في الانسانيه ديالهم. ان المجتمع فيه كيبقى انسان بغض النظر عن اعترافه هذا الفعل او عدم اعترافه به، يجب معاملته في اطار القانون. نتمنى ان مشروع القانون المصري الجنائي الذي نحن الان مقبلين عليه والذي هو ايضا مصدق عليه بقبه البرلمان والذي اتى بمجموعه من الضمانات الجديده ان يتم احترام هذه الضمانات. الان المشروع الجديد جاء بواحد الضمانه مهمه فعلا. شنو هي هذا؟ هذه الضمانات تتمثل في الماده 17 من المشروع. المشرفي لاول مره ألزم ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بعملية تسجيل للاستجوابات التي يجريها المجتمع فيه وأن يرفق هذا التسجيل في محضر ضباط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة. فإذا تمت المنازعة في محضر تصريحات المجتمع فيه الذي قمنا عليه خلال الفترة النظرية يعرض هذا التسجيل أمام المحكمة للتأكد من صحته أو عدم صحته. هذه ضمانة أعتبرها ضمانة جيدة حقوق الدفاع وضمان جيدة مجال ضمانات المحاكمة العادلة، واعتقد انها ستضع حدا للعديد من التجاوزات التي طالما يشتكي منها المتهمون امام هيئة الحكم، كل من بينها انه يدعي انهم تتعرضوا للعنف والتعذيب من قبل الشرطة القضائية خلال فترة الحراسة النظرية من اجل حملهم الاطلاق اقوال واعترافات، كذلك يدعي بان لا يضمن عليهم اقوال واعترافات لا تصدر عنهم وغير صادره عنهم وهي مجرد افتراءات عليهم من قبل الضابط المجيد الوصافي. فيما يخص مرحله التقديم، مرحله التقديم دائما المشريع اخذ بعين الاعتبار لحق المجتمع فيه لعدم مساس السلامه الجسديه ديالو اعطاه الحق في طلب اجراء فحص طبي امام النيابه العامه بمقتضيات المواد 73 و74 قانون المسار الجنائي، تطرق لها استاذ الدولي. ولكن دائما نقول ان هذه المعطيات وهذا الطلب وهذا الحق هو مجرد حبر على ورق، انه لا يعرف طريقه الى التطبيق البت والمطلق. ضباط الشرطه القضائيه بحكم التجربه الميدانيه ديالهم في مجال الابحاث الجنائيه طبعا، ومع عندما يستعملون التعذيب او العنف في حق المجتمع فيه لا يطلقون اثارا ماديه في الفكس تورطهم فيها الافعال. في العديد من الحالات يتعرض المجتمع فيه للتعذيب والعنف والاكراه وتيتم استصدار اعترافات تحت هذه الظروف بحقه. اذا ما تبين لضابط الشرطه القضائيه ان ذلك المجتمع فيه اصيب او انه تعرض لإصابة جسدية ظاهرة يستبق الأمور ويخلق دائما أو يختلق وسائل نفي مضادة ضد هذا المجتمع. حاجة ضابط الشرطة القضائية تنفذ معاينات تجد تصريحات أشخاص أخرين أو شهادات أشخاص أخرين يكونوا من نفس الجهات
تقول لأن ذلك المرسل فيه كان حالة غضب شديد، دخل في حالة هستيريا، أراد مشروع الدار أباء محيط، أو أنه أثناء مطاردته من أجل التوقيع في ساحة وتقرر بكذا وكذا. تالي لما يجي ذلك المرسل فيه أنا سيد وكيل ملك أو سيد وكيل عام حسب الأحوال، ويطلب إزراء حسبي مجابة ويواجه رفض هذا. في حالات أخرى كان يجي مرسل فيه مضروب أمام السيد وكيل الملك أو أمام السيد وكيل العام وظاهر الإهدار وتتجاهل النيابة العامة والتمس والله بإجراء الطبي وتحيل أن يفعل المحكمة دون إحالة عن الفحص الطبي ودون انتظار حتى تأتي آثار قانونية على نتيجة الفحص. الآن لماذا النيابة العامة تتعامل بهذه الطريقة مع هذه الملتمسات؟ لماذا النيابة العامة لا تتعامل مع هذه الملتمسات بجدية المطلوبة؟ هذه المعاملة تهمل الوقت، لأن المشرع وإن أورد هذا الإجراء لطلب فحص إجراء طبي على المشتبه فيه، لكن مثلا على سيد وكيل الملك وطلبه فإنه لم يريده على صيغة الوجوب. يعني إذا وكيل الملك ولا وكيل العام رفض هذا الملتمس ما كاينش جزاء إجرائي سيترتب على ذلك يعني جميع المعطيات نجات عن البوليس أو جدرمية فهي ستحالف المحكمة وسيحاكم بها. وحنا تنعرف جيدا أن ما يضمن عن المشتبه خلال فترة الإحراز النظرية من اعترافات هي التي تؤثر وتستحوذ على قناعة القاضي سواء كان قاضيا جمعيا او جنائيا اصدار احكام ديالو في النوازل المعروفه. على الرغم من ان هذه الاعترافات وهذه المحاضر هي تعتبر في القانون مجرد بيان للناس في المجال الجنائي، ومع ذلك تكون اعترافات مجرده ويتم الاعتداد بها كوسيله اثبات لوحدها في الاثبات والادانه وارسال الناس للعقوبه للسجن. الان نشكو دائما المشروع لان كاين مشروع جاي في الطريق نشوفوا المشتبه الى اي حد تفاعل مع الاصوات التي تنادي بالرفع من اي مبادئ الحقوق خلال مرحله الاحتفال التنميه. المشروع الان من المحتمل ان الوضع سيطر عليه. لان المشروع الحالي للمشروع في خطوه جريئه جدا لاول مره. نتمنى ان يوقعها الدار لأول مرة المشرع أضاف فقرة جديدة للمادة 73 والمادة 74 رتب من خلالها المضمار على الاعترافات التي تضمن على المشتبه به الذي طلب إجراء فحص طبي أمام النيابة العامة ورفض طلبه. معناه إذا جاء المشتبه به أمام النيابة العامة وطلب إجراء فحص طبي في جميع الأحوال النيابة العامة يجب أن تستجيب لطلبه، وإلا ذلك الاعتراف الذي تضمن عليه خلال فترة الإحراز النظري سيكون اعترافا باطلا. هذا ضمن يحسسنا بان المشرع يسير في اتجاه صحيح في مجال الحقوق والحقوق. علاش؟ لان ضباط الشرطه القضائيه لا يردوا ضباط الشرطه القضائيه يردوا بانها الضمانه ستمكن المحكمه لمعرفه مدى سلامه تلك الاعترافات التي ضمنت على المشتبه من عدم سلامتها. سيصبح تخوف لدى ضابط الشرطه القضائيه ومجيب المسار من نتائج ذلك الفحص الطبي الذي اصبح ملزما للنيابه العامه. بالتالي على الاقل غادي نقدروا نوجدوا محاضر فيها اعترافات سليمه وموضوعيه. امام المحكمه الحقيقه جميع القرارات والاحكام القضائيه التي طرحت عليها هناك قرارات واحكام قضائيه نادره جدا وتبقى معدوده على رؤوس الاصابع هي التي قادت استبعاد اعتراضات المنتزعات تحت تاثير التعذيب او العنف او الكراهه. التوجه الثاني في العمل القضائي المغربي هو رد هذه الدفوع المتعلقه باستبعاد الاعتراضات دائما انعدام الفاس. الضمانه القانونيه الوحيده في قانون المسطره الجنائيه التي تعطي المتهم امام المحكمه انه يطلب او يدفع باستبعاد الاعترافات لانها خصوص ديراتها تحت تاثير الاكراه والتهديد
هي المادة 293. المادة 293 فيها جوج فقرات. غندوزو للفقرة الثانية. الفقرة الثانية نظامات الدفع باستبعاد اعتراف النتيجة في التعليم تحت تأثير أو تحت تأثير التعليم. هذا أنه يتعلق بالمسطرة الاعتراف. سيقولي ما رأيت معايا اعتراف النتيجة. في هذه الحالة على المتهم أو دفاعه يثير الدفع قبل كل دفع أو دفاع. قبل كل دفع أو دفاع في جوهر القضية وقبل الدخول في مناقشة القضية. لأنه كما قلت يتعلق بمسطرة الاعتراف، بمسطرة الاعتراف التي يفترض أنها جاءت خلف القانون. أما إذا لم يدفع بهذا الدفع إلا بعد مناقشة القضية أو أثناء دخول القضية في مناقشة القضية سقط حقه في ذلك. نحن لسنا بحاجة للتذكير لأن المحكمة غير ملزمة عنها لأنها تذكر ذلك المتهم الناس أمامها بحقه في إثارة الدفع قبل الدخول في مناقشة القضية. وأترك لكم التعليق بهذا الخصوص. فقرة واحد مادة 293. فقرة واحد نظمت هذا الدفع أو نظمت الدفع باستبعاد اعتراف المنتزه تحت التأمين كدفع موضوعي يتعلق بفحوى ومضمون الاعتراف وأدخلته في السلطة التقديرية للمحكمة. معناه أن هذه الفقرة تعطي المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير ذلك الاعتراف ووضعه في ميزان العدالة هل هو صحيح أم غير صحيح. وإذا تبين من خلال مناقشات الشاشة هي من قبل الإطراف أن ذلك الاعتراف غير صحيح في حقها أن تستبعده وتعتمد ما رجع أمامها في إصدار الحكم الموازي المعروض عليها. إلى حدود علمي فرحت الساعة لم نجد ولا قرار قضائي أو حكم قضائي وحيد استبعد الاعترافات المضمنة على المشتبه والمنتزه تحت الإقراء أو التهذيب في إطار الوقوع الموضوعي. رغم أن المتهمين نسبة الأغلبية الساحقة للمتهمين اللي كيبدو أمام القضاء الجنائي والحيات يدفعون بأنهم راه اعتراف المصدر الشرعي وأنه مصدر معين بناء على تهذيب وإكراه ونقص التصريح وغير ذلك. لكن المحكمة دائما لا تلتفت إلى أولا. كاين دفاع للمتهمين كيجيبوا بعض الأحيان حجج تضعيف من هذا الشأن هذا الاعتراف حجج تثبت أنه فعلا هذا الاعتراف ما صدرش المشتبه فيه. ومع ذلك المحكمة تتجاهل الأمور تعتمد هذه الاعترافات كوسيلة إثبات في الإدانة. أخيرا كرام ليمونت سيدوريس، نحن دائما نقول أن قانون المسطرة الجنائية هو قانون الضمانات بالأساس، ونقول أن هذه الضمانات تنبني على مبدأ أساسي هو مبدأ حرية المرأة، ونقول أن سلطة المحكمة الملفات المعروضة عليها تفوق سلطة السيد الوكيل العام، تفوق سلطة السيد الوكيل الملك وسلطة ذلك الطالب الذي أنجز المسطرة. المشرع لما أوجد المادة 296 فهو كان يعلم مستقل بأنه كاين تجاوزات في مخافة الشرطة القضائية، كانوا يعلموا مستقل بأنه راه كاين أعمال ديال العنف، كاين أعمال ديال التعذيب في مراكز الشرطة القضائية. كان يعلم جيدا بأن ضباط الشرطة القضائية لا زالوا في المغرب يؤمنون بأن الاعتراف وذلك السيد التميم وذلك الدليل التميم الذي يجب تقديمه أو الهدية التي يجب تقديمها لأجل هذا. للأسف رغم وجود 293 رغم منادات تصديقها رغم اتخاذ المشرع بدا قرينة المرأة إلى المرتبة الدستورية المقتضى في صورة 11 فإن العمل القضائي المغربي بدوره لا زال يؤمن بأن الاعتراف هو سيد الأدلة وأن الاعتراف دليل قاطع في ذاته يعطوه واحد الوزن كبير في إثبات الجرائم بجميع الأحوال. نحن نقول يجب التراجع على الموقف. نحن نقول يجب على القضاء المغربي أن لا يبقى محبوس الأحكام ديالو في القرارات ديالو بما تجوز عليه الشرطة القضائية بمحاضر الاعترافات. لاش؟ لأنه في كثير من الحالات في العديد من التجارب ثبت أن هذه الاعترافات
توزيعات تحت التيار التقليدي، وظلموا ناس الحريه ديالهم السلامه الجسديه ديالهم بسبب ناس سليمين داخل جهه السلطه القضائيه، وكما قلت هما غير محسوبين على جهه السلطه القضائيه، ما عندهمش ضمير كيرتقوا بهذه الافعال. وشكرا.